Après, concentre, ouais, concentre, ça va, concentre. إذا مساء الخير ومرحبا بكم متابعينا من خلال هذا البث المباشر من مدينة مراكش. الآن يعني يحظى مجموعة ديال اللي شاف المتخصصين في مجال الحلويات بطبيعة الحال الدورة التكوينية من خلال خبير فرنسي اللي جاء هنا لمدينة مراكش باش أنه يعني يعطي المؤهلات ديالو والتخصص ديالو في إطار الحلويات والمثلجات في أفق أننا تنعرفوا بأن مجموعة ديال التظاهرات الكبيرة بما فيها كأس إفريقيا وكأس العالم 2030 مناصفة ما بين إسبانيا وكذلك البرتغال اللي تقام في بلدنا. فاليوم تنعرفوا القيمة المضافة اللي شاف وبطبيعة الحال تنعرفوا أنه كما تنقولوا المطبخ المغربي والحلوية المغربية وصلت يعني دائما كما تنقولوا بأنه الحمد لله أن المطبخ المغربي أو المطعم المغربي وصل لمستويات كبيرة. الآن غادي نستضيفوا المدير العام ديال شركة باناتيكوس باش أنه يقربنا من الدورة التكوينية. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد اللطيف قيدار من شركة بانانيغوس بالدار البيضاء. الآن احنا كنتواجدوا بمدينة مراكش في إطار دورة تكوينية للشيف المغربي بصفة عامة، وكنشكر من هذا المنبر القناة ديالكم على الاستضافة، وكنشكر لي شيف المغاربة اللي لباوا الدعوة وجاوا باش لإنجاح هذه الدورة التكوينية، خصوصا أنه اليوم حنايا كاين رهانات وكاين اليوم واحد الآفاق كبيرة للبلد ديالنا المغرب في بالنسبة للنظرة ديال 2030 لا فيزيون 2030 اللي اليوم حنايا كان نحاولوا بالجهد المتواضع ديالنا اننا نكونوا نشاركوا في هذا الرهان ونخليوا البصمه ديالنا ولو غير بشيء قليل، وهو تكوين الشيف. لان الشركه ديالنا اليوم عندها منتجات عالميه كنجيبوها من جميع الدول الاوروبيه وغيرها، ولكن اليوم حنايا اليوم ماشي ما تنعملوش التوزيع فقط، ولكن اليوم حنا سي لاكومبانيومون اليوم تنواكبوا التكوين ديال لي جون الشباب المغاربه اللي في هذه المهنه ديال الحلويات، وكذلك بعض الاساتذه الكبار ديالنا اللي هما في الحلويات وفي صنع المثلجات اللي حضروا تهما، خصوصا اننا اليوم بغينا نبارطاجيو هذا لو سافوار فير هاد التقنيات ونكونوا مع الشيف باش اليوم ننجحوا هاد النظره ديال 2030 اللي اليوم ب اليوم المغرب غادي يتغير في الخمس سنوات اللي جايه ان شاء الله، وغادي هاد التنظيم ديال كاس العالم بين اسبانيا والبرتغال والمغرب والبلد ديالنا اللي اليوم بلد سياحي وبلد اللي عنده واحد القيمه في 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 المنطقه، وخصوصا بالنسبه للمطبخ المغربي وصنع الحلويات، وحنا كاين الرهان ديال السياحه اللي حنا اللي جذب السياح في البلد ديالنا، وحنا اليوم كنحاولوا بمجهوداتنا الخاصه اننا نكونوا رهن الاشاره ديال الشيف المغربي وديال حتى السياحه الداخليه ديال المواطن المغربي، لان اليوم ماشي غير السياح الاجانب، ولكن اليوم السياحه انتعشت حتى السياحه الداخليه، حتى المواطن المغربي اليوم الذوق ديالو ولا اكزيجون، يعني ولا عنده واحد الذوق اللي هو يا اكزيجون.
التذوق ولا عندهم شويه تيحكروا عليه. واليوم هاد حنايا تنحاولوا اننا نعملوا على هاد الشغل هذا باش اننا نعطيو للشاف المغربي كل المستجدات من التقنيات في عالم الحلويات. شكرا. ايوه اليوم حنايا دوره تكوينيه وفي نفس الوقت غتكون واحد القرعه في اخر التكوين اللي غادي يمشيو فيها ثلاثه ديال لي شاف اللي غادي تطلع القرعه ديالهم للديار الفرنسيه بمدينه باريس لتكوين ديال ثلاث ايام في مدرسه كبيره بباريس. وهذا خصوصا انه اليوم الهدف ديالنا هو انه هاد لي زومباسادور اللي غادي يمشيو غيتلقنوا هاد سميتو هذا التكوين غادي يجيو باش يبارطاجيو مع لي زوتر شيف اي لي زوتر باتيسي الناس ديال المجال ديال صناعه الحلويات. نعرف القوه ديال المدرسه الفرنسيه في الحلويات. نعم. يعني دائما هي الرائده في الحلويات والمثلجات، علاش بالضبط اختاريتوا يعني المدرسه الفرنسيه؟ المدرسه الفرنسيه اليوم هي اللي كتستحوذ على واحد حصه الاسد من يعني من صنع لي غورمونديز اللي نقولوا ولا الحلويات والمثلجات عالميا اليوم. يا وخصوصا حنا في المغرب حنا يعني اون ان باي فرانكوفون اللي اليوم يا الناس اليوم تيذوقوا عندنا بعض الحلويات اللي ممكن ما يذوقوها حتى في شي بلد اخر، لان حنا اليوم لي شاف ديالنا تيضيفوا اللمسه ديالهم واللمسه ديال لا فيزيون ديال لا باتيسري ماروكان مع لا باتيسري فرونسيز، وكيزيدوا هذيك اللمسه ديالهم اللي اليوم يقدروا يزيدوا الاركان في الحلويات، يقدروا يزيدوا مسائل اللي هي كتخصنا حنا اليوم كمغاربه، يعني لوغو ديال الشباكيه ديال السلو ديال هذا، يعني سي دي روسيت كي سون ريفيزيتي اللي كيتعطى لهم واحد الطابع مغربي 100%. وهذا هذا سي لو فروي ديال سنوات من التكوين ديال الشباب المغاربه في هذا المجال، مجال الحلويات، والاستضافه ديالهم اليوم عندنا في مراكش ما هي الا حلقه من الحلقات التكوينيه اللي غادي تبقى تستمر. وغادي اليوم هذه الدوره التكوينيه ان شاء الله غادي ننظموها بمدينه الرباط قريبا وبمدينة أكادير، وقبل من هذه الدورة هذه كنا درنا واحد الدورة في طنجة، واليوم حنايا تنحاولوا باش نكونوا قراب من الشاف المغربي من صانع الحلويات المغربي اللي هو يا كي تنعتبروا حنا فنان، لان اليوم يا صنع الحلويات ما كيقتصرش على ان روسيت ولا على الجماليه ولا هذا، ولكن كيقتصر على مجهودات، لان اللي هي يا كبيره ديال الشاف المغربي باش بور سيدوير وباش يكونفانكر، يعني باش سميتو هاد لو بالي اكزيجون اللي ولا عند السائح المغربي في السياحه الداخليه وكذلك السائح الاجنبي. اليوم ربما كيفاش تشوف انت يعني القطاع او نقول مهنه الحلويات في المغرب؟ بالنسبه لي كمغربي كان لي زعما كاين الحظ انني نسافر لبعض المدن وبعض الدول الاوروبيه وغيرها الاسيويه وشفت المستوى. اليوم المغرب احنا تنفتخروا بالمستوى ديال صنع الحلويات في المغرب، وهذا ماشي شهاده ديالي ولكن شهاده ديال الجميع. اليوم الحمد لله هذا الميدان كيشهد واحد القفزه كبيره، وممكن نقول ان اليوم الشيف المغربي عنده واحد الصيت عالمي
وكيشرف البلاد ديالنا المغرب. شكرا لك سيدي. الله يجازيك بارك الله فيك. كنا نعطيكم الاستاذ عبد الاله. شكرا. شكرا سيدي عبد الطيف. مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. انت بطل افريقيا يعني في الحلويات يعني بطبيعه الحال تخصص حلويات يعني اليوم هذه الدوره التكوينيه بالنسبه لكم انتم كليشه تفضل. هذه الدوره التكوينيه هي بمثابة واحد كما كنقول واحد الجهد اللي كيتسقل من كل واحد عنده دي باجاج وكل واحد عنده واحد معرفة في أشياء كثيرة. مجال الحلويات كما كنعرفوا هو مجال اللي كيصبح كيتطور ماشي غير في كل سنة كتلقى حوايج جداد، مي باغفوا كل شهر كتلقى دي برودوي جداد، كتلقى بزاف الحوايج. هذه الدورة التكوينية كتساعد في تطوير المعرفة الأولية نتاع الشيف، وكذلك كتسقل حتى الموهبة ديال أي شيف. كنحيي شركة بانانيغوس لأن دائما السباقة في مساعدة الشيف، والسباقة كذلك في تطوير الشيف. كما ذكر السي عبد الطيف قدر قال لك بأن تبارك الله المستوى ديال الشيف المغربي فهو أصبح مستوى عالمي، فهذا الشيء جاي من المجهود اللي كتبذلو الشركة أنك تطور، وكذلك المجهود ديال الشيف. ملي كيكون واحد المجهود عند الشيف ورغبة عند الشيف باش يطور راسو، وكيلقى شركة مثل شركة بانانيغوس كتساعدو كتعاونو كترافقو، لأن هي ماشي شركة كتبيع لنا غير دي برودوي، مي شركة اللي كتكون في الكتف نتاعنا كتبقى غادي بشوية بشوية، ومن طون كتصيفطنا دي فورماسيون اللي غنمشيو دي فورماسيون فرنسا، كذلك اللي غادي يساعدونا غادي نحكو مع تجارب فرنسية تجارب عالمية، غادي نمشيو كذلك للديار الإيطالية باش نسقلو الموهبة ديالنا في الآيس كريم في بزاف د الحوايج باش نعرفو دي برودوي جداد. هذا كما كنقولو هذا كيتماشى مع الخطاب ديال جلالة الملك أنه قال كلنا خصنا نكونو يد في يد باش نكونوا في 2030 جاهزين لبطولة العالم إن شاء الله ديال الكرة. المغرب جاهز، المغرب جاهز بالشعب ديالو، جاهز باليد العامله، وجاهز كمان كذلك بالشيفات بتاعو، لان كما كتعرف الشيف هو السفير الاول لدوله المغرب. علاش؟ اي واحد في المغرب كيعرف المغرب بالاطباق ديالو، كيعرف المغرب بالشهوات ديالو، يعني الشهوات كلهم ناتجين من الشيف. اذا كان عندنا الشيف قوي غتكون عندنا اصلا تجربه قويه، او غادي يوصل الصيت ديال المغرب للدول اخرى بسرعه. يعني السؤال كنعرف بان دائما المغرب كان تحت المرتبه الاولى من المراتب الثلاثه في الحلويات افريقيا، ودائما المشارك في بطولات العالم للحلويات، ونعرف بان الرياضه دائما المدرسه الفرنسيه. فين اوصل المسار ديالها؟ هو كما كنقولوا انت قلتيها، الشيف المغربي ما بقاش شيف عادي، لان الشيف المغربي ديال دابا ماشي هو ديال البارح، ماشي هو ديال قبل، كنظن ماشي هو حتى ديال ساعتين قبل، لان راه جينا نشوفوا الموهبه ديالهم او الشيفه اللي دخلوا دابا معنا في الدوره التكوينيه، الموهبه ديالهم او كما كنقولوا القوه ديالهم كانت عندهم، لان تبارك الله الشيف المغربي عنده واحد النيفو طالع، ولكن غير بالتجربه دابا اللي عطانا الشيف والخبره ديالو زد المستوى ديالنا، ولا بد كيزيد، لان ما حدنا عايشين ما حدنا كنتعلموا، اي واحد كيوقف في القطار ديال التعلم الا وكينزل من القطار ما كيسايرش التطور، ما كيسايرش بزاف الحوايج، كيجيو الناس من وراه وكيفوتوه. هذا هذا الشيء علاش كنقول بان الشيف المغربي دابا الان اصبح ينافس الشيفات العالميين في كل حاجه، يعني حتى في بطوله العالم في اي حاجه، حتى في لي ريستورون دابا كتلقى دي ريستورون عالميين الشيف ديالهم مغربي، كتلقى سميتو اكلات عالميه مشهوره، لان كما كنعرفوا الكسكس المغربي في فرنسا هو الطبق الاول، وهو يعني كسكس، ولا كيفضلوا طبق مغربي على الاطباق اللي عندهم هما. يعني هادشي باش كنقول لك الصيت المغربي في الاكل فهو الحمد لله صيت عالمي، صيت زعما الصراحه موفق بكل المناحي. نعم، يعني فين وصل المغرب في الحلويات؟ كنتكلم مع شنو المحتوى الصناعي؟ هو انا كنسافر كنمشي لدول في اوروبا في الخليج في اي حاجه في اي بلاصه، ملي كنجي كنشوف غير الباتيسخي ديال لي شيف المغاربه، ملي كندور كنشوفهم في لي باتيسخي بوتيك في لي زوتيل في لي ريستورون، حنا وصلنا لواحد النيفو اللي لا فرق ما بيننا وما بين الفرنسيين او الاوروبيين الا بواحد الامكانيات اللي هي قليله، مي كتلقى الشيف المغربي غالبا احسن من شيف اوروبي في بزاف د الحوايج، لان الشيف المغربي كيجتهد، الشيف المغربي طموح، الشيف المغربي يعني كيخلق من لا شيء بزاف د الاشياء، كما كتعرفوا الامكانيات ما متوفراش، ولكن الشيف المغربي بلا امكانيات كيخرق،
كيختلق بزاف الحوايج. اما الشفاء الاوروبيين خاصك توفر ليه بزاف المعايير باش تقدر تلقاه نمبر 1. اما المغاربه لا، باي معيار كتلقاه ولا بد كيعطي. علاش؟ كيحب ديك الميتي، كيحب بلادو، كيبغي يكون ديما شغوف انه يشوف بلادو متقدمه، لان الا تقدم الشيف مغربي كيتقدموا بزاف الحوايج بزاف القطاعات. نعم، شكرا لك. طبيعة الحال نقلوا وتفضلوا معنا باش تشوفوني دابا الدوره التكوينيه من الخبير الفرنسي، وكما كتشوفوا حاضرين معنا كاع لي شيف مغاربه كما موجودين. إذن كما غادي تتابع معنا في هذه اللحظات يعني الدوره التكوينيه. إذن كما تشاهدوا معنا في هذه اللحظات يعني هذه الدوره التكوينيه الان اللي انطلقت بطبيعه الحال باحد فنادق مدينه مراكش، واللي يعني الان تستفد منها مجموعه خبراء يعني واللي شاف يعني نقدروا نفتخروا بهم بطبيعه الحال الان من مدينه مراكش، يعني مجموعه ديال اللي شاف الان اللي حاضرين هنا باش انهم يعني يشوفوا الخبره او انهم يتلقنوا التطورات الجديده في مجال الحلويات كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر الان متتابعين. يعني مجموعه ديال يعني الان تتم تقديم مجموعه ديال الشروحات ومجموعه التوضيحات والجديد يعني الجديد كما تشوفوا في هذا المجال كما تتابع معنا في هذا البث المباشر الان. اذا يعني الدوره التكوينيه غادي تكون بطبيعه الحال في مجال الحلويات ومجال يعني الباتيسري يعني حلويات ومجال المثلجات كما تتابع معنا من طرف خبير فرنسي كما تشاهدوا معنا الان في هذا البث المباشر. Donc on reprend à 5h30, c'est ça? Donc on reprend à 5h30. Mais... Ah, je n'ai pas fini tout, moi. Non, non. Il reste... Non, parce qu'on a... ديال اللي شاف يعني اللي في مجال الحلويات كما تتابع معنا في هذا البث المباشر الان. والان يعني الهدف هو انهم يتعرفوا على مجال جديد جديد في مجال الحلويات وكذلك مجال المثلجات. سي با انكور بري اسكو فولي شانسون نو نو سي فولي دي كيستيون فو با ايزيتي ايفيدامون Sur n'importe quoi, s'il y en a qui veulent venir prendre les photos des recettes, hein, chère madame, allez-y. كما تتابع معنا يعني تيتم يعني الاطار التكوين وهذا الشيء اللي جميل، يعني دائما الشيف المغربي او الشيف يعني كما تنقول التخصصات تخصص حنا تنتحدثوا على مجال التخصص كما تتابع معنا في هذا البث المباشر اللي ماشي سهل سهل انه التكوين في مجال الحلويات، وتعرفوا القيمه وتعرفوا المكانه وتعرفوا الرمزيه ديال يعني المطبخ المغربي بصفه عامه اللي تضم يعني حنا يعني في المغرب عندنا يعني كما تنقولوا المجال ديال الحلويات، وتعرفوا الحلويات المغربيه اللي وصلت يعني ابعاد كبيره وكبيره جدا. فالان تنشوفوا انه اغلبيه ديال اللي شاف الان تحاولوا انهم يستفدوا من الخبره الفرنسيه، بحكم انه الخبره الفرنسيه انه هي الرائده في هذا المجال، فهذه فرصه لهم كما تشوفوا اللي شاف انهم يعني يشوفوا التطورات الاخيره في هذا المجال، المجال ديال الحلويات ومجال المثلجات بصفه عامه كما عفوا متتابعينا من خلال المباشر. اذا بقى نشكركم، شكرا لكم على حسن المتابعه. الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.